عادات وتقاليد مميزة لازالت تحتفظ بها العائلات بولاية ورقلة تعود إلى سنين خلت، والمستمدة جذورها من الثقافة الأمازيغية. العادة هذه وراي متوارثة، وإحنا ماذا بينا نورثوها لأولادنا وأولاد أولادنا، وإن شاء الله الله لا يغيبها عادة كل عام إن شاء الله، وإحنا في خير. أزكاز دام بارك فلانات فلاكم إن شاء الله، إن شاء الله دي تفوز كاز الخير فلانات فلاكم إن شاء الله. مارو اليوم راح نحكيو على عاداتنا وتقاليدنا احنا في ورقلة. انا شخصيا ملي نشفى على عمري نشفى بلي الدار يلبسوا لي تقاليد كما هكا، ويديروا الراس ويقولوا لي هذا راس تعسنا ونحتفلوا به بلباسنا وتقاليد وماكلة تاعنا. وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية نظم معرض بدار الثقافة مفدي زكريا، خصصت فيه بعض الأجنحة للأدوات التي كانت تستخدم لمختلف الأغراض والألبسة التقليدية، وعروض فولكلورية متنوعة بمشاركة عدد من الفرق المحلية بالمنطقة. كل عام هكا نشاركوا ونعرفوا الزبائن واللي يجوا يشوفوا المعرض بالصورة تاعنا واللباس التقليدي كما كنتم تشوفوا الملحفة هنايا. مني كنا صغار كنا نحتفلوا بالعادات هذه والتقاليد قليل، ورانا حابين نحتفظوا بالتراث تاعنا الامازيغي باش ما يزولش باش ما يروحش الاندثار. احتفال السنة الأمازيغية بولاية ورقلة يعكس مدى ارتباط السكان المنطقة بالتاريخ ومدى تشبثهم بالتراث الأمازيغي.